قرار شخصي رغم معارضه ناس اللي كان في الكليه، ناس زمايل كتير من الناس بقى الاساتذه كانوا لا انت راجل ممكن انت كويس وناجح وممكن تفيد البلد، يعني كانت الروح الوطنيه الروح الوطنيه بالظبط كده، بس كانت الروح الوطنيه السائده في هذا التوقيت على جميع المستويات. مش يعني صحيح انتوا ما عشتوش هذه اللحظات، لكن رغم مراره الهزيمه والمراره الموقف، لكن الروح الداخليه للشعب المصري كانت غير عاديه، يعني كان متماسك، وده كان سر يعني تعجب، مش عاوز اقول اعجاب، الجانب الاسرائيلي والشعوب اللي كانت بتبقى. هل الغليان مظهر من مظهر التماسك؟ يعني مظاهرات ليل نهار في الجامعات، اهالي بورسعيد والسويس والاسماعيليه بعد ما تهجروا، والمعيشه اللي كانوا عايشينها حاله غليان في الشارع. هل الغليان كان مظهر من مظاهر التماسك؟ احنا ما عشناش، احنا بنرصد. انا بنقل صوره طبعا قديمه لان عشتها. فجيت الحقيقه الغليان ده كله ما كانش شخصي، ما كانش بطلبات شخصيه، انا عايز اشتغل، انا عاوزين مش عارف ايه، لا، الغليان ده كله غيره على البلد والوطن، وعايزين نستعيد الكرامه. يعني كل مظاهرات الطلبه ليه احنا يعني مستعجلين على اعاده الكرامه والحرب. لو تلاحظ كل الاسباب كانت يعني مش شخصيه، كلها لصالح الدوله والبلد. طبعا الموضوع ما كانش سهل، هزيمه كانت بشكل مفاجئ لنا كلنا على جميع المستويات، تدمير كامل تقريبا لمعظم معدات واسلحه الجيش وخاصه القوات الجويه، تدمير للمعنويات برضو، ودي كانت برضو مهمه صعبه. قرار غير مدروس بالانسحاب، ما كان الاسباب كانت قرار غير مدروس للدخول في الحرب بدون استعداد جيد وبناء على وعود بعد كده سياسيه، لا ما ت ما ت ما ت ما ما ت ما لاش الضربه الاولى ما تبقى انت عندك بالظبط. وكانت غلطه كبيره قوي ان سحب القوات الدوليه من المضايق على المضايق، فطبعا دي كانت مؤشر واضح لاعطاء الفرصه للعدو الاسرائيلي في هذا التوقيت انه قدام العالم يعني فخ نصب لنا، فخ السبب ان هو يقدر يعني. فبالتالي وكان القوات فعلا دون اي استعداد، كان في قوات في اليمن عندنا، في قوات رئيسيه كانت موجوده لسه في الجانب الغربي للقناه، يعني كان راح كله مجموعه من الاحتياط وبعض الوحدات البسيطه جدا في هذا التوقيت. مبتدا.com